بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقلنا إن معنى ترفع أي تعظم، وتعظم عن ماذا؟ عن بقية أماكن الأرض، فإن بقية الأماكن في الأرض تزاول فيها أعمال الحياة الدنيا، ويمكن أن تكون مصلى تصلى فيه، فهي مسجد تصح الصلاة فيه، لأن الله جعل لأمة محمد الأرض كلها مسجدا وطهورا. ولكن المساجد وبيوت الله مكان خصص وحجر على أن لا يذكر فيه إلا الله، لقاء لله، يجب أن لا ندخل ومعنا شيء من أغراض دنيانا، لأننا أخذنا الزمن الكافي في أغراض دنيانا، فيريد الله أن نخصه بزمن 5 مرات في اليوم لنفرغ إليه. هذا الفراغ إليه لا يعطل لنا حركة الحياة، ولكن يعطينا الوقود لتصبح حركة الحياة كما يريدها الله الذي خلق هذه الحياة. إذن فالوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في الخارج نأخذه طاقة، كما تأخذ أنت بتاع الكهرباء دي اسمها البطارية، وتوديها لحتة تنشحن فيها، فساعة ما توديها عشان تنشحن ما تقولش أنا عطلتها، ده أنت مديها تنشحن هنا علشان تدي خيرها في الإيه؟ في الخارج. كذلك الزمن الذي تستغرقه الصلاة. وقلنا إن في بيوت جمع ومجرور عايز متعلق، ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء الذي في بيوت الله؟ بيوت الله نور على نور. انت تذهب الى بيت الله بنور الايمان ونور الاستجابه الى الله في دعائه الله اكبر، وتخرج بانوار متعدده من فيوضات الله فيها، فكانك تدخل بنور وتخرج بانوار متعدده. وضرب المثل بالمشكاه، يتصاعد نورها بانها فيها مصباح، والمصباح يتصاعد لأنه في زجاجة، والزجاجة تتصاعد لأنها كوكب بري، والنور يتصاعد لأنها بزيت زيتونة، ويتصاعد لأنها لا شرقية ولا غربية. إذن في أنوار متعددة في المسجد، فكذلك أنوار متعددة في المساجد. ولذلك قال بعض العارفين أننا منذ أهل الأرض ينزلون في السماء نجوما متلألئة، والملائكة في السماء تنزل نجوما متلألئة من بيوت الله. وهذا يبقى أنا مش عجيب، لأن ما دام أنوار الله تتدفق في بيته وفي مسجده يبقى إيه؟ ده إحنا عندنا الشمس بتعكس شوية الضوء بتوعها على حتة حجر اللي هي القمر ويدينا كل هذا النور. فإذا كان هذا يبقى نور الله حين يستوى في مساجد الله، ألا يعطينا ذلك الإشعاع الذي يفوق إشعاع البدو؟ إذا نور على نور هنا. وبعد ذلك يقول الحق المساجد دي معمولة ده عشان يسبحوا فيها رجال. ولذلك بعض الصالحين كان إذا نزل بلدا يتحين أن ينزلها في غير وقت صلاة، ثم يذهب إلى المسجد، فإن وجد المسجد عامرا في غير وقت صلاته برجال يسبحون الله، علم أنها أمة ملتزمة بمنهج الله، وفيها رجال يقيمون في غير أوقات الصلاة يصلون وينتظرون الصلاة الإيه؟ لا. وإذا لم يجد يعلم أنه لا خير فيها فيخرج منها ولا يدخلها، يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالأصل، يعني ما تخلاش منهم من ساجدين ومسبحين. ايه المدير؟ قال لك رجال اللي هيقولوا فيها لعمروها رجال لا تلهيهم تجارة. واحنا قلنا التجارة دي هي كلمة حركة الحياة، لان التجارة واسطة بين منتج اما زارع واما صانع وبين ايه؟ مستهلك. والتجارة هتقتضي بيع وتقتضي ايه؟ شراء. فلا، هذه المسألة هي قمة التبادلات، ما تلهيهمش عن مين؟ ليه؟ لانهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنصر في الزمن غير المستقطع للصلاة، لأن بيقابل الحياة كده بإيه؟ إحنا كنا زمان ونحن صغار لا نسمع في الأسواق ولا في الدكاكين بين بائع ومشتري إلا إنك مدح النبي بالصلاة على النبي، الله يفتح، كل دي ألفاظ تدل على
ما عندناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على وسائل بقى العرض والاعلام والتلفزيون ومش عارف ايه، ولا حدش هذه الالفاظ بتخرج من ايه؟ يقول مدح النبي. شوف بقى اللي اعمل وبعدين لك بكر كسبنا الصلاه على النبي، يعني حتى ما بعش يقول لك ايه؟ كسبنا ايه؟ الصلاه على النبي، مكسب ايه؟ مكسب كبير. رجال لا تلهيهم التجاره، هل التجاره اللي تلهيهم تلهيهم على انهم يجوا المساجد يسلم؟ ولو هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه؟ فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك يعني الصلاه بتاخد وقت من العمل. يقول لك انا مشغول ومش عارف ايه ده هسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم ان لما يسيب شويه ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح فيها. يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركه العمل وهي اللي هتنمي لك الاعمال. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسيوله تخس ومش عارف ايه بتاع. يقول لك يا اخي طب انت بتعملي ده، انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبدوه بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض، يبقى نقصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول ارداب المخزن نقص ارداب، والعقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه او ده ممنوع، كل ما يشوف كده يقول لك ده الزمن المتوفر ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتهي، البركه تجي لي قد كده، البركه تجي لي ايجابا، البركه تجي لي سلبا. اذا دي كل دي انواع وتجليات الحق سبحانه وتعالى من الملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال ورجال ولا تلهيهمش التجاره ولا ولا قال لك لانه بيتاجر لحاجه اخلد مني، تجارتك في الدنيا بتصير دنياك بس، انما التجاره لن تدور التانيه اللي هتصون اخراك، ولما تكس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا قيمه له، وهو زمن مظلوم. لان مثلا الانسان هو الانسان له عمر محدد في الارض؟ لا، ده عمره مظلوم، انه صح يموت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، لكن الحياه الاخره مش مظلومه متيقنه. ومهما طالت اعمار دنياك ستؤول الى زوال، لكن ديك ابدا ما فيش. وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك، او انت تموت وتفوت النعمه، في الاخره لا النعمه هتفوتك ولا انت تفوت النعمه، يبقى مين اكسب بقى؟ اهي دي تجاره لم ايه؟ لم تبر. بيعملوا كده قال لك يخافون يوما. وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وانما يخاف ما في اليوم. احنا ما بنخافش اليوم بذاته بالزمن بالذات، لا ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه؟ هو من ولد خفت يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده هو اللي بيخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما اي ايه؟ العذاب يوما. يخافون يوما تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ رجفة القلب، اضطراب حركته، اللغة اللي بيجيله ده لغة ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغة فيها، فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغة ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقلش على حالة واحدة. والأبصار تعمل ايه؟ الأبصار تتقلب. ليه تتقلب؟ لأنك تتقلب الأبصار لأنها حين تجد تجد فزع تقوم تشوف الفزع ده يخف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف فترى برضو ايه؟ فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى خاشعة ابصاره ذليلة منتسبة، مش بقى مفر لا هنلتفت كده نلاقي راحة ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا، النوم اللي يلاقي الراحة الذي قدم لذلك اليوم. كان كالتلميذ المجتهد المبيت ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقة الاسئلة، وساعة ما تيجي ورقة الاسئلة يستب بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب، يبقى واخدها على انها. انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام. يخافون يوما تتقلب هناك الايه يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة ذليلة مستكينة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ما شاء الله على رحمة الله. مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة، قال لك ايه ده البشارة الحلوة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. طب يا رب وأسوأ ما عملوا؟ قال دي سبوء للمغفرة بقى. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وبس تجيب على قدها كده ده يديك حقك. طب ده العدل اللي يديك حقك، إنما هو العدل هو ده اللي احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، مش كده؟ إن قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه؟ ويزيدهم ايه؟ من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به. اي معنى فيه فوقيه لك صحه رزق. علم رزق، حلم رزق، شجاعه رزق، كل حاجه في الحياه ينتفع بها اسمها ايه؟ الناس فاهمة رزق بس هو ايه؟ بس الفلوس. يقولوا لا، هذا مجموعة اشياء كل ما ينتفع به يعتبر ايه؟ رزق. طب الذين فضلوا برد رزقهم، يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش علم، مرزوق قوة تدي اللي ما عندوش ايكو، مرزوق حلم تصبر على السفيه، كل ما فلان جبان اشجع انت له واخدله نصبه، فلان احمد ما يقدرش يحصل شغله اديها له، يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. والله يرزق من يشاء. يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدنين ما بيجيبش حاجه من عنده. ليه؟ لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق. يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل؟ من الله. يبقى اذا جاء عبد من عباد الله واستمع الى نصيحه الله وقال له مد ايدك يا واجد الى المعدن، يبقى يكون بيعمل ايه؟ بيكون يد لله لهذا الرزق. يد لله يعني الرزق يتنقل بايه؟ بواسطه. ما دام انت بتنقل من شيء ما ينفذش تبقى انت تضر بحاجه ما تضرش بحاجه، انما تضر اذا كنت انت بتاخد من رزق محدود، انما ما عندكم ينفذ. انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما من وجهه واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله، يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ ولذلك لكم لو انتم تملكون خزائن رحمه ربكم، لو ربنا مالككم خزائن الرحمه لامسكتم خشيه الانفاق، ولكن هو خلاها عنده. خلاها ايه؟ وينزله بقدر ايه؟ لان لو خدها لكم لاول الامر كده يمكن تتكلوها ولا تبينوها، لما يدك واحده واحده كده. وبغير حساب يعني ايه؟ ما هو الحساب؟ الحساب ان تحسب ان دي تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانيه واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجيب ازاي؟ انت بتعمل كده انما ربنا بيدي من غير ايه؟ حساب. ليه؟ قال لك لان انت بتعمل حساب لان يمكن حد هيحاسبك انما ربنا ما حدش هيحاسبه. يبقى يدي من غير حساب ولا لا؟ ويدي بلا مقدمات، ويدي كده بدون عمل، واحد يمشي كده يعطر في كنز. الله، مسألة ما حدش عارفها دي، يبقى يرزقه من غير ايه؟ من غير حساب. شوف بقى الحق يريد ان يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة، وقد يصنعون أعمال حسنة. برضو واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه بتاع ويظن ان دي ايه؟ ان دي هي العملية. لا، الأصل في العمل أن يكون بنية أنه من الله ولله. ولذلك هيقول كده ان يعني بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس، وبعدين يروح كده يقول هذا لله عنده. انت كنت بتعمل ليه ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرتك. قال لك متشكر وكتر خيرك، وساعه ما كنت كده قالوا لك وقدموا لك وقعدوا يمشوا وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك فعلت ليقال وقد كده انتهت المساله، ما ظلم نفسي. والذين كفروا اعمالهم اللي يظن انها ايه؟
أعمال خير وتنفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بيقع هزان في الضوء اللي هو في وقت الظهر كده الأرض المستوية يوم الشعاع ينكسر زي ما حكونا ورسمين يوم يخيل لكم إيه إن فيها مية مسيلة كده كل ما تمشي ما تلاقيش مية اسمها سراب بقيعة. قيعة يعني جمع قاع أرض مستوية قاع مصفصفة يعني الأرض إيه مستوية يوم يخيل لكم إيه ما هو ظمآن يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفتة فيه إنما ما دام ظمآن يجري على مين على السراب يقول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويريد ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى لا ووجد الله عنده فوجئ بإله ما كانش مؤمن به بقت المسألة صحيت في بدنه انت كنت بتعمل منه اللي انت كنت بتعمل منه الدور مالكش عند ايه مالكش عند حاجة ولذلك ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه إيه؟ إن العمل ده معمول من لأن الله أمر به ولأن الوجه الله ولذلك يعطي الله في الكون أمثلة تجهد الناس في العمل للناس من أجل الناس يقول لك لا اعمل العمل للناس من أجل الله ليه؟ وانتوا يا اخي فلان عملت في جنين وكذا وكذا بدل انكر الجنين وطلع عليا ما اعرف ليش وعمل فيا كذا يقول له انا طب دي جزاء عداله مش انت عملت له ربنا خلاك انت هو اللي شوف هيعمل فيك ايه لكن لو عملته لله قبل ما انت ما تبقاش العمل تاخد الجزاء ما شاء الله نعم تاخد الجزاء يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس ما يعرفوش جنينك ولا يعرفوا فضلك عشان تتقدم وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زي جيرة جمع جار. جيرة المسجد يعني جيرانه. قيعة جمع قاع وهي الأرض الإيه؟ المستوية اللي بيظهر فيها الإيه؟ السراب ده. كسراب بقيعة يحسبه أن يظنه الظمآن العطشان يظنه ماء فيتم راح عشان يشرب شباه لو قال لي ما وجدش ميه بس تبقى دي مصيبه واحده لكن لو قال لي ما وجدش ميه وجد عذاب تاني يلقى يبقى دي مصيبتين ولذلك يقول لك جعلت كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما رايها اقشعت وتدلت يقول لي لما لو ما جتش مباراه كان زي ما زي احنا ضربنا مثلا زمان قلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين ميه اللي بيجربوه ما يمنعوا عنه الميه فقعد يتوجه العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوبايه ميه يقول له حاضر ويروح يجيب له كوبايه الميه ويتم بقى الطيبه وهو غير كوبايه الميه استشرق الى ان يصورها وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض يبقى ايه يأس بعد اطماع يأس بعد ايه بعد اطماع وهناك آية تانية الذين كفروا بأعمال الكرامية دي اشتدت بالريح في يوم عاصف واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه زي ما كنت راب على زلطة شوف الزلطة النعمة دي الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شوية تراب ياخد شوية تراب انما الزلطة نعمة يقول لما ينزل على الصفوات وبعدين ينزل عليها المية ايه يبقى كده ما فيهاش حاجة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب اوعى تقول على من على من يموت ويبعث ويقول لك الزمن ده عند ربنا ما بيبقاش لانك انت لما الانسان يموت الزمن يمر عليه ولا كانه يوم يرونها ايه لم يلبسوا الا عشية او ضحاها يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب ام قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد ليه ام قال لك الابهام في الشيء قد يكون غاية البيان له لا
لان لما ابهم زمن وابهم العمر وابهم كل حاجه والسبب والى اخره توقعه الانسان في اي لحظه يبقى دائما على باله ولا لا؟ يبقى ده بيان اكتر ولا لا؟ ده بيان بيبدا في يوم كذا وفي كذا وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شويه يبقى في امل، ما دام المساله لسه ما فيش مقدمات يبقى في امل، لما يقول لك ده مش ابدا يبقى انت عمرك ان تلقاه في ايه؟ اذا اي انسان يرفع طرفه يمكن ما يطمئش طرفه الا وقد مات. يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه، ولما يموت الزمن مش محفوظ وبعد موت يوم القيامه يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته. طب دي اعمالهم كسراب بقيعه ومش عارف ايه. أم قال لك مثل ثاني عايز ربنا يظلمه، قال لك اعمالهم كظلمات في بحر او كظلمات في بحر مجي. شوف بقى، شوف وصف البحر اللي ما يجيش الا في المحيطات الواسعه الكبيره، وسيدنا رسول الله ما راح البحر ولا شاف الحكايه دي ايه. وبعد ذلك لما يقول كل بقى على لما دي بارده عملاقه وحاملك مش عارف ايه دي شويه ريحه ايه هو عاملينها زي القشه كده. قال اوكى ظلمات في بحر المجج، المجي ماء كثير وله عمق، ادي واحده. وبعدين يغشاه موت، الماء الكثير يجي له موت تاني قال فوق، والموت بس يجي له من فوقه ايه؟ موت. وبص كده قال لك هو من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحله من الظلمه، ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض اهي. البحر ايه؟ لجي، وبعدين يغشاه موج ادي فوق، وبعدين الموج مش بس يجي ايه؟ من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر تشوف تتابع الامواج، تتابع الايه؟ موجه تيجي، الراجل بيقولها الموجه تجري ولا الايه؟ مش ولا الموجه، ما هي كده، يبقى موج ويجي موجه ثانيه فوق، ويجي موجه ثانيه فوق، الله. وبعدين مش كده بس، وبعدين يجي من فوقها ايه؟ تبقى الظلمه مطبقه ولا لا؟ الظلمة ظلمات بعضها ايه فوق بعض. مش انت ما تشوفش حاجة فيه، لا ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها، اما ده ايه وعارف موقعها من عينيها ايه هو؟ يعني واحد لما يغمض كده ويحط يقول لك ده ايه هبل مش عارف ايه، لا ده بقى هبل راسي ده بقى. لا اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ مش لم يراها، لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى يبقى نفى الرؤيه من باب اولى ولا لا؟ نعم. ما شاء الله يا سيدي. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج الظلمات من بعضها فوق بعض، قلنا زمان في ظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه؟ الشيء يحجب الشمس عنك. يحجب الشمس عنك تجيب شمسيه او خيمه تقعد تحتها، صحيح حجبت الايه؟ حجبت الشمس، انما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد قاعد تحت شجره ورقه فوق ورقه غصن فوق غصن، يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقه اللي بتظللك هي نفسها متظلله. الورقه اللي بتظللك هي ايه؟ هي متظلله. وبعدين فيها حيوية الحركة، الريح تداعبها، ولما الريح تداعبها تقوم تدخل الهواء، تبقى حايشة عنك حرارة الشمس وتدخل ايه؟ وتدخل الهواء. ولذلك سموه ظل، ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكررة، يعني سقف وبعدين سقف، صحيح يبقى بيخفف الحرارة، انما ما يديش ايه؟ عايز بقى انت مروح من الداخل، انما بقى لما تكون في ظل ظليل الظل نفسه ايه؟ مظلل. اهو دي الظلمات فوق ظلمات زي الظل فوق الايه؟ ظل فوق الظل. او كظلمات في بحر لجي هناك ايه؟ فيما لا يدخل الصرح ايه؟ فلما راته حسبته ايه؟ لجه، ادي الدميه دي. ده بده يوريها الفن بتاع سليمان لما كان بعت له هديه، قال لها هديه ايه؟ طب تعالوا بقى شوف
حسبته نجرية بقى بعد طرف والعرش لا ولا عرش المنصوب بقى له ايه بانه عرش عظيم دي كانت تقول الصلاة لما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقي عشان ما تتبلش الهدوء ها لا يا يعني مش مال يا شيخ مش مشوف بنسفه رأيه يعني بنا على حضارة وعلى ايه وعلى امكانيات اوسع من الايه اذا صدق في قوله ما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون انا مش طالب دنيا انا ردت لكم الهديه لان انا عندي انا طالب ايه انا طالب عمار الدنيا بالقيم او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يلقيه بشد واحد تاني لم يكد يراها ليه؟ أنا كلامي ما فيش نور من ربنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أهديا ما ينتفعش بقى بالعمل ويشوف إيده زي ما انتفعش بالعمل إيه؟ العمل بتاعه وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قدرته وكمال قدرته. طب وجاي هنا ليه بعض الأوامر والنواهي نفعل ولا تفعل ما تبتشريش ولا ترميش القناة ولا تعملش كذا ولا ترميه أم قال لك يريد أن يطمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد لأن قبل ما يخلق آدم كان الكل ده موجود ولا لا؟ خلقني الكل ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وراء وكل حاجة ذهب له. قال له إن أعمل لك الأشياء زي اضمن على إن الأشياء دي ما تخرجش من إيده. أحسن تيجي أنت تقول أنا ممكن المسائل دي تخرج بقى في يوم من الأيام ولا تطوعش ربنا. وبعدين يعمل إيه؟ قال لك لا ده مسخرة. مسخرة مش حاجة تخرج أبدا. فقال لي إيه؟ قال لي إيه؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ نحن قلنا ساعة ما نشوف ألم ترى إن كنت أنت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد أساء وواحد قال له أنت شفت عمل فيك إيه؟ ده شايف أهو إننا شيء لم يرى يقول له ألم ترى يعني ألم تعلم زي ألم ترى كيف فعل ربك هذا؟ ألم ترى ده النبي ولد عام الفيل النبي يقول له ألم ترى والنبي لم يشهد يشهد الفيل يقول له ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل يبقى ألم تعلم طب وعلم منين يا ألم؟ منين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ده يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ؟ قال لك لا لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. ما شاء الله يا مولاي دي ألم ترى يبقى ألم تعلم وتعلم من مين؟ بس نزل العلم من الله يبقى الله أوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض العيون بعض الآفات يقول لك فلان عنده عمى الوان ما يشوفش فلان عنده قصور ما يشوفش الا مش عارف ايه فلان ايه يبقى الى ايه يجيب امر ايه ايه تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ نعم. الم ترى ان الله يسبح له ما في من في السماوات والارض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه والتنزيه الارتفاع بالمنزه عن مستوى ما يمكن ان يزول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات لكن ذات الله ليست ذات. الله له صفات وأنت لك صفات إنما صفات الله ليست زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيل يعني نزل ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وجبت الوجود ولكن ذات الله غير موهوبة ده ذات الله ذاتية. طيب وجود صفات عالم والله عالم
ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرس وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلق نحن اللي نقول الله. ده كلام قوي. طيب وفعله انك مش زي فعلك، ولذلك قلنا زيكم سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله انا اسريت من مكه الى بيت المقدس، هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا كيف تروح بيت المقدس ويضرب اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخدها في ايه وتدعي انك اتيتها في ليله. ابي المغالفه لم يدعي انه اتاها وانما قال اتي به، لم يدعي انه سرى وانما اسري به. ومن الذي اسرى؟ الله. وما دام اسرى الله يبقى فعل زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يا جمعه في المشي قد كده، انما هو بيجي عليك وهو كن فيكون، تبقى يعوز زمن يعمل بوها. الله. يبقى اذا ما تقارنش الفعل، يبقى يسبح يعني ايه؟ ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفه الله عن صفاته، وينزه ايه؟ فعل الله عن افعالنا. واحنا قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح كانت اول حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده. اوعى تكون اسرى ازاي؟ نزهه عن فعلك، فعله مش زي فعلك. وسبحان دين مصدر، مصدر ثابت، فكأن تنزيه الله ثابت له قبل ان يخلق من ينزهه. تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل ان يخلق من ينزه. زي شهد الله انه لا اله الا هو قبل انت بتشهد وقبل الملائكه، شهاده ذات لذات. طبعا الان سبحان الله، سبحان الذي اسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل ان يخلق مين؟ المنزه ولا المسمى. ولما خلق هو خلق السماء والارض عشان يعد الاعداد للخليفه اللي جاء، ام ان ساعه ما خلقها سبحت السماوات والارض، سبح لله وما في السماوات، وهو ذبح كم مره يقول سبح لله ما في السماوات والارض في سوره الحديد، ومره يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض سوره الحشر وسوره الصرف. طب وسبحت وسكتت يعني قالت سبحان الله كده وسكتت مره واحده؟ قال ولا تزال تسبح يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله. تبقى التسبيح ثابت لله، وحين خلق اول شيء سبح له ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال ايه؟ يسبح. ما فيش الا انت بقى يا سيدنا ادم سبح اسم ربك الاعلى. الله. اختشي انزل التسبيح انت بقى، وزلت استهلالات الصور يا كلا سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال ما فيش الا انت يا ابن ادم بقى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. ربنا يزيدك مولانا ربنا. هنا بقى المحامي يقول ايه؟ من للعاقل. من للعاقل. ومن غير العاقل. يقول يسبحه من يعني الانسان العاقل. لماذا السماء والارض ومش عارف الايه؟ ملهاش عاقل. ملهاش عاقل عندك انت. انما كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي. كل قد علم صلاته يسبح الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد ايه؟ بعد الرعد. ليه؟ قال لك يا اخي اهو الناس اللي يقولوا في التسبيح لك ايه؟ ده تسبيح حال، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال. يقول لي يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال. طب اسمع الكلام ده مش صح. ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده. فلو قلت تسبيح حال قد انت فهمت معنى، لكن هو حكم بانك لا تفقهه.
ولكن لا تفقهون تفسيرها. لو انك انت تسبح حال وانت فهمت بنصحتك كده ان تسبح حال يدل على انه واحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد، لا ده تسبيح مقال بس انت فاهم المقال ليك انت بس اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخد من الفن كلمات وتراكيب وواحد الانجليزي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تفسير تسبيح حال، هو تسبيح مقال ولكن كل شيء يعرفه مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك سمع النمله انا ما بسمعهاش. طب لو كنت تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ اذا لها قول ولا لا؟ حال اول. اذا كل شيء له لغه وكل شيء له علم بمهمته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. هكذا بقى اساطير الهندسه والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطره ولا الورديه العشريه ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهطلع عشان يعملوا خليه مسدسه زي الخليه اللي بتعملها البحر. الدقه والضبط كده مش ممكن. يبقى عارف ولا مش عارف؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره وشوفوا جايب بقى الايه؟ القش ولجمه لجمه ازاي؟ قالوا ميدة عند الحفة قالوا يعملوها شفه وجنزرها كده ويعمل املا. دي الحكايه دي زي يعملها دي. ليه؟ قال لك العنكبوت عايز يعيش يقول ازاي اصطاد الغذاء بتاعه يقول من البيت بتاعه اللي هو الخيوط دي، شوف الخيوط دي انت بس الخيوط دي طالعه ازاي؟ ومنجون ازاي ومعمول ازاي؟ اي حاجه حشره تيجي على لغه ماسكاها يروح هو جاي واكل. جابوا صوره مره لدب، الدب دخل عليه ايه؟ صور. المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها عامل لها فيلم. فلما الدب شاف الصور جاي عليه الصور له قرون، فيعمل ايه الدب؟ يجي على الصور كده ويروح داخل عليه ومسك كل قرن بايد اللي هي القرون اللي هي آلة الاعتاب، راح ماسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسقله الجراحه وسقط واكله. تقول ايه اللي علمك الحكايه دي؟ ايه الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. يقول ما تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك وبتاع، ده انا مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابيل وهابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما لقى جثه هامله هنعمل ايه؟ معلش. فبعث الله غرابا به يبحث لي ايه؟ كيف يواني سوءة اخيه؟ يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه؟ علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا عالم النمل شاف النمل بيجري كده ويروح ايه قال لها حته بلحه ولا حته سمكه، فالنمل اللي شافه سابه ورجع قعد يتتبعه راح فين؟ التفت لقى دي كوكبه من النمل والتفت حوالين حته البلحه دي ولا حته السمكه وابتدأوا يشيلوها. واللي جنوها اللي هم المغربيه مشوا لحالهم راحوا يدوروا على حاجه ثانيه وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين؟ عند العش عشان يكذبوها وياكلوها في الشتاء. قالوا الله. طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نمله وقفت بعيد كل ده واشترك في ال فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضه قطعه من ال دي بس وزنها ضعف دي ورماها، فدي رمله برضه شافها كده وكان ماشي راح جايب لها كوكبه وجت عشر النمل ده وزن ان النمل ضعف النمل اللي فوق فكانها راحت قالت لهم ده حته. طب انت شفت الحجم؟
لما شفتم الكتلة حكمت على الحجم وعلى الكتلة وعلى مش عارف ايه مدين قوة كذا من ده تشيلوها بعته كذا نمجة. لما راحوا لأساس النمل لا وقفوا انه في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حملوا الابيض ده فوجدوا الزريعة بتاعت الحبوب بتبقى فيها حتة اسمها الايه الدمير من الشالة المرمية قدام العش. قعدوا يبحثوا قال لك دي لو دخلت من الدمير ده في قلب العش وجت رطوبة تنتمه لما تمت فرت في العيش فقال انت اللي هتعمله بتاع المال ده بره انت. يبقى كل قد علم صلاته اذا كان يتعلم مصلحه صيانه حياته ده ما يتعلمش من دار حياته وقدرها له الهد هد قال ايه الهد هد مش بس عرف من الاسلام ده وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به يا سليمان انت مسخر له وجئتك من سماء بنماء يقين اني وجدت امراه كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اكن هو عارف من اللي يسجد له يبقى يسبح لله من في السماوات وعالين ولا مش عالين من اللي يجيب من تيجي بالي اللي هي بتاعت العباده ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير الله ما يجي في السماء والأرض شنو لا الطير قال لك لا لا هذا دي بقى عجيبة تانية الطير دي بيجي حاجة وبالثقل وكل ثقل يعطيه من الجاذبية تروح نقي من ظلال الأرض يقول لك لا أنا معلم ازاي يجي من بهنوان في الجاي يبسط اجنحته كده وما يحركهاش يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت علشان لما يقول انا امسك السماوات والارض ان تزول يبقى الكلام صح او لازم تتراوح ايه ما هو داخل ايه